بروكا كشري، يعني اعتقد ان النادي الاهلي وفوزه امبارح وصعوده الى الدور قبل النهائي وهيلاعب، دي قصه ثانيه هنتكلم عنها، ولكن هيلاعب فريق كبير زي بايرن ميونخ، اعتقد ان ده شرف كبير جدا وعظمه وفخر كبير جدا لكل اهلاوي. طبعا طبعا، اولا يعني ببارك لكل اهلاوي في مصر وللعيبه على الاداء الهايل اللي قدموه امبارح، والجهاز الفني والمجلس الاداره وكل من ينتمي لاسره النادي الاهلي، لان فعلا النادي الاهلي لما بيكسب بتلاقي مصر كلها فرحانه. مزبوط. وده اللي احنا فعلا بتلاقي الدنيا مختلفه جدا في مصر. فالنادي الاهلي متعود دايما في المناسبات الكبيره في البطولات الكبيره بتلاقيه، وده اللي بيخلينا طموحنا يروح لبعيد، وطموحنا يعني ملوش حدود مع النادي الاهلي، لان الحمد لله على مر الاجيال والعصور النادي الاهلي بيثبت ان هو نادي من انديه القمه على مستوى العالم. تقدر تحقق بطولات القاريه، بتبقى ند الفرق الكبيره، كسبت قبل كده فرق تاريخيه زي ريال مدريد وبايرن ميونخ، ويمكن كسبنا فرق كثيره ليها اسم وتاريخ. فده اللي مدينا يعني الامل والاحساس ان احنا ممكن. فاتمنى من ربنا يكون احساسنا ده باذن الله يكون في محله، وان شاء الله اللعيبه رجاله وان شاء الله قادرين ان هم يعملوا حاجه، ووارد في الكوره كل حاجه.